ام بي بوم يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. لا يا ابن الحلال، ما يمديني اسافر معكم وخلي ابوي الحالة. ما ينفع احطه عند الناس وسافر. ايش تبغى الناس يقولون عني؟ سافر وخلى ابوه. لا عاد تخيلوا جماعتي يدرون. والله اني يصلخوني من وراء ظهري صرخ. يكمل حسام. وين؟ ايش فيك يا عم؟ الله يهديك، بس داخل قدام السيارة تبغى تصدمك. ايش دخلك انت؟ ايش دخلك؟ يبا الله يهديك، بسم الله عليك الرحمن الرحيم. فيك شيء؟ شو منزلك من السيارة الله يهديك؟ اللي منزل من السيارة الله، ثم انا كان ابوك راع ملح. بيض الله وجهك وما قصرت، معليش يا خيي، الوالد كبير سن وعنده زهايمر احيانا يطلع الحالة، الله يجزاك خير. لا انا اول ما شفت ابوك طبعا ذكرني في ابوي نسخة منه يا ابن الحلال. الله يجزاك خير، ما قصرت. يا تقبلها هديه بس. خلها يا ابن الحلال. طيب خلاص سجل رقمي عندك. ابيك بحتاجك ضروري. طيب يلا يا يبا يلا معاك. على فكره تركي خدمات عامه تعقيب اللي تبي، حاضرين الطيبين. حياك الله. يلا يا يبا يلا خلاص حبحبه. يلا يا يبا الله يهديك يا يبا. اي صح، لو سمحت عطني رقمك. بس 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 يا يبا بس 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 عفست نفسك وعفستنا معك، انك طفل من الاطفال اللي لازم ناكلهم ونشربهم. وقف يا يبا وقف يا يبا وقف يا يبا خلاص. ارجع ورا لا حول ولا قوه. يا جوسي كم هير. يس بابا. شيل بابا، نظف مكان. يلا اوكي سرعه بابا. لا حول ولا قوه، شيلها بسرعه. يلا كوكلي امداك تنسى، تاكل وتنسى. شيل بابا يلا يبا رح. لا حول ولا نال الأمر. أشو النف مو في عزيمة ولا عندنا ضيوف، سديت نفسي. ويوم طلعت من البقالة يا عيال إلا ذاك الشايب اللي يقطع الشارع، فجأة كذا سبحان الله سيارة تمشي 1000 وأنا اللي أذب أغراضي ونطنطة ثلاثية يا عيال. وقبل ما توصل السيارة بشعرة واحدة إلا أنا وز أنقذ الرجال. والله يا جاني تصفيق يا عيال وتصفيق، والناس تركي. إيش اسم الفيلم؟ تركي فاست. أي جزء؟ يا عيال يرحم أمك يا تركي، تكفى لا تكمل وتحرق علينا الفيلم. الحين بحجزه ونشوفه أنا والعيال. شيخ متوياها تقدر لنا شغل ما بزغم عني بي يا أخي، احترمونا شوي. ياسر احجز لي معكم يرحم والديك. انت بعد امك، وين الكرك اللي قلت لك عليه؟ يا يبا هذا هو الكرك قدامك. ايه صح ادري انه كرك، تعلمني بعد انت. بالعافيه يا يبا، صبر جميل والله المستعان. طيب بعد اذنك يا يبا ممكن تعطيني الريموت بس؟ اشتغل عند ابوك انا ريموت بعد؟ وين قاعد انت؟ ريموت لا خلني اخسر المعين بعد. هلا والله سامي. هلا والله. ها بشر عساك تلحقنا للمطار. لا والله اتوقع ما يمدينا الحقكم، هالشايب ذا ناشف في حلقي. روح الله يونسكم بالعافيه. والله عاد ود انك معنا، والله يا بتفوتك فله وناسه هناك. انا ودي يا ابن الحلال اروح، بس ما اتوقع يمديني. او لا عطني شوي واكلمك. يلا عاد شوف وضعك والحقنا، عاد انا استاذنك بطلع المطار ذا الحين. يلا في امان الله. وين الكرك اللي قلت لك عليه؟ هلا أهلين.
معاك الأستاذ تركي، أهلا. من معي؟ منصور. مين منصور؟ هلا 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 منصور، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ طمني عن الوالد، إن شاء الله طيب. يا مال يسلمك، وشكور على الاتصال. لا 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 لا، الحق لك، الحق لك يا منصور، أنت المفروض اللي تشرفنا على العشاء عندنا في الاستراحة. لا يمكن، لا يمكن، انسى انسى انسى. شوف 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 شوف، حنا طالبين مطبق موز على كيفك يحب قلبك. لا يا ابن الحلال، أنا اللي أبيك تجي تشرفني في البيت، عازمك على الغداء، أبغاك بموضوع ضروري جدا. طيب عادي أجيب أخوياي معي؟ عادي، حياك الله أنت من يعز عليك. الله لا يحرمني. يا عيال، اللي اتصل علي هذا خويي. كاش ولد نعمة من يخاويني. سلامات، وليه نروح معك؟ شحادين يا ابن الحلال، انت اول واحد اللي لازم يكون هناك. بعدين انا صراحة يعني استحي على حالي. بعدين ايش فيك انت؟ انت الفتى الذهبي اللي يعز علي، وانا ما اعز عليك. لا بس تعال عمو يرحم امك، خذني معاكم. ام عاد عمو، ما انت بشايف ملابسك اللي تفشل؟ انت ما لازم تتكلم ولا كلمة، ملابسك مقطعة وركبك ما ادري ايش تبي. من زين جوك عاد، اساسا من قال اننا بنخاويكم؟ انا وشوكوش بنروح للتخصصي. يجي خذوني معاكم. حدد موقفك انت، تبي تروح معنا ولا معهم؟ معاكم. اي يعني معنا ولا معهم؟ معاكم. اي خلاص فهمت، يعني معنا. ياوا. اي اوكي. يا هلا والله وسهلا فيكم، شرفتوا ونورتوا. اعذروني على قل الكلافه يا الربع. بس عاد يا اخي ليش تكلف على نفسك؟ كلفت كثير والله. لا والله، الا هذا واجبكم واقل من واجبكم. الا اخوي تركي، ابي منك خدمه وادري انك قدها، واللي تطلبه امر سم. لا انا اكلم الاخ تركي الله يحفظك. انا اسمي عامر وبالانجليزي امر. ان شاء الله اخويك خبيب دم. لكن اخذت معي السفره والله انك ظريف. ابد، متى ما بغيت ندزها الحين. ابد اللي تبي. اهدى اهدى شوي، ترى متفقين غدا بس. مش دخلني انا، هو اللي اختارني. وش اللي اختارك؟ هو مدرب المنتخب، هو هيرفي ليراند يختارك. هيرفي خذوني معاكم، انا انباه طير ايسر بدل ياسر شهراني. ترى يحسبك مطعم. ها كل 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 كل، لا ادبجك الحين كل. ما شاء الله على الشله الفله، شكلي باخذكم كلكم. المهم الربع، خلونا في الجد، انا ابغاكم وبخدمه. شايف سعد؟ تبشر بالطيب، الوالد شوفت عينكم في زهايمر، والذاكرة عنده مشوشة شوي، وأنا بطلع لي سفرة شغل كم يوم وبرجع، فأنا أبغاكم تفزعون لي هالفزعة، أبغاكم تدارونه وتراعونه لين أرجع. أنا شوف، أنا قطعت قلبي. أنا قايل لك من ذاك اليوم إني أول ما شفت أبوك ذكرني بأبوي الله يرحمه. طيب عنده شغالة ما يحتاج نقعد معه. عنده شغالة، بس الشغالة ما تقدر على فصلاته، أنا جايبها للنفخ والطبخ وإنها تهتم فيه وتنظيفه، لكن الفصلات الثانية ما يقواها إلا شرواكم، وكل واحد منكم أبرصه ب5000 ريال. 5000 ريال؟ 5000 ريال؟ 5000 ريال ينطح ريال. صدق عاد، أنا من يوم ما شفت أبوك وقلبي جاء قشعريرة. يا أخي أحس إن أبوك يقرب لي. معلش يا أخ منصور، كيف ناخذ فلوس من أبوك؟ إحنا نهتم فيه وإحنا ما نبغى إلا الأجر. علي الطلاق. عليك الطلاق، تاكل تبن وتسكت يا وجه الفلس. معناته اتفقنا. اوف 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 اوف، اتحداك السيارة البطلة. هلا بالحمر، هذه سيارات؟ لا، هذه سيارة الوالد، وما يحب يطلع مشاوير الا فيها، يعني شفته متكدر، زعلان، متضايق، خذوه فيها. ايش هذه السيارة القرنبع؟ على القرنبع انت؟ هذه سيارة صنف ومخزنة. مالها الا ناسها بس، كنا الكبوت مرشوش على خفيف. يعني ارباقاتها طالعه يا سطل. لا تشارك يا ابن الحلال، هذه ما يطلع لها ارباقات، هذه دج خياش على طول. ما شاء الله، مطبخكم اكبر من بيتنا. هو ري سيستر، معلومة تسوي بروستيد برا. انت متكو هنا برا. يلا اخوي اخوي، بيت ابوك هو؟ لا لا لا، بيت ابوك اخوي. وش جابك هنا؟ ابغى بروستيد.
بروستد يا قطو المطابخ، تونا دابين ومفطح عند الرجال يا ابن الحلال، لحقت جوع انت وجهك. سيستان ما عليش ما عليش، ذيس از دلخ. يلا دلخ يلا. يا هد هد يا ابوي هد هد يا ولد غير. اصبر اصبر اي والله يفلمني خل غير. نو نو لا شكله زعل يا عيال، شكله نعسان يبغى ينام. تصبحين على خير يا سعاد. أم عاد كفتة سعاد. سجل عندك من اليوم ورايح اسمك سعاد. سجل. اي صح نسيت اقول لكم، الوالد كان بطل ملاكمه وتجيها الحاله ما بين وقت ووقت، بس ما راح يطلع من هالحاله الا اذا سلمتوه الحزام. ودعت روحي من قبل ما وداك أشوفها تطلع ولو ما ودها، وليلة فراقك والعيون طالعك العيون طالعك، حسيتك إن الكون وقف وقف عندها. ودعت روحي من قبل ما أشوفها تطلع ولو ما ودها، وليلة فراقك والعيون طالعك العيون طالعك، حسيتك إن الكون وقف. ما تستحي على وجهك يا شايب يا العيب تتحرش فيني؟ هاي هاي سلامات، وين تحرشون البنات خلق الله؟ سلامات الحلال، ما تحرشنا بعد. هذا هي تسبل عليك من وياه. ايه ايه اهدى من كذا، ما حد تحرش بحد، ما حد تحرش يا شباب يا هيت، يتحرشون ببناتك. تعال 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 اصبر 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 اصبر
ايه قدم بك بك ايه تكفى عامر عامر ابيك ترفس ارفس 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 ايه دام وين تكفى عامر تكفى بك جوزي جوزي نعم ماما وينك وينك راحت عليك حفلة ولا بابا ايه حفلة هذا نفر تكي تكي داخل شارع ما شاء الله يلا شيل دواء بعد النوم ان شاء الله بابا نشيل دواء تصبحين على خير يا سعاد حالك يا عم؟ بخير تبيني أوصلك مكان؟ وين بيتنا؟ أنت وين ساكن؟ كيان قصدي بالرياض تعال أنا بوصلك لا 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 طالب طلب بناخذ الطلب وأوصلك وين بيروح يعني؟ أنا أقول ما لنا إلا الشرطة ندق عليهم هم يتصرفون صح ندق على الشرطة جوالي فين جوالي اخي ما هو بوقتك انت وجوالك الحين المهم يا ابن الحلال خلنا الحين نشوف الشايب هذا وين راح وين طس هذا منصور رد عليه وصرفه قله نايم هلا هلا منصور وين ابوي نايم يسبح نايم نايم اموره طيبه لا تخاف لا تشيل هم لا تشيل هم تستهبل انت وجهك توها مقفله مني جوس تقول ابوي طلع الشارع لا 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 تشيل هم لا تشيل هم لا تخاف نبلغ الشرطه ونحط صوته في تويتر وبنحط له مقطع في التيك توك على فكره ما راح تجي هنا الا هو قدامك خبر انت بتفضحنا لا تبلغ الشرطه ولا تعلن انا جاي شكله زعلان طارت الخمسة ألف اقول اسكت يا سعاد اهلا كيفك يوسف ابيك تجي انت وطلال اليوم عندي في البيت ما راح أقبل أي إعذار عندي لكم مفاجأة تعجبكم أوكي باي دي وش اسمك؟ اسمي أحلام والله؟ إي أنت تغنين؟ لا ما أغني وش فيك أنت؟ ليتني ما رحت معاكم كان رحت مع شكوش وياسر ترك الأول أقول دزها دز الحين تبي تروح يلا أطلب لك سلامات سلامات الحين ليتني ويا ليتني وأول متحمس جا 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 شكل عامل وش سوي الشرها موب عليكم الشرها على اللي يعتمد على ناس مثلكم يا الزلايم أقول سقها بس أبوه كبيرة كتيبة يحرسونه ايه صح هو صادق ابن الحلال بالله شوف شوف ايش كان وصار فيها هذا يرضيك بالله يرضيك انا اطالب بكافه حقوقي المعنويه انا وزملائي وانا اطالب الحقوق الماديه ان ابوك كسر سنوني وجوالي مفقود الحين خلونا نشوف وينه وبعدين نتفاهم
انا عريس واحلى عريس. انا هذا اللي خايف منه، طلع للشارع العام. يا اخوي بلغ الشرطه فك امنا يا اخي. يا اخوي انا كم مره قاعد اقول لك انا ما ابغى ابلغ الشرطه ولا اعلن، لو دروا جماعتي بصير حكوى في كل لسان، بيقولون منصور راح وقلع ابوه بالزهايمر. جتني يا عيال ننزل مقطع بالتيك توك ينتشر يجيب مشاهدات ويسدون الزقرد. اقول لهم تيس يقولون احلبوه. يا عيال انا ما ابغى فضيحه. يا هلا وغلب اخواني. الله يحييك يبقيك يا خيتي. ها ربشتني باتصالاتك، وش المفاجاه اللي تقولين عنها؟ تعالوا معي. لا إله إلا الله، هذا مين؟ ما يشبه أبوي. والله لو أبوي مو ميت كان قلت هذا أبوي. أجر ذا مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبوك. خلاص خلاص ما تفهم أنت، أبوك طلع وحنا نايمين. وأنا وش دخلني بسالفتكم؟ أبغى جوالي. أشغلت أمنا بجوالك يا تدري؟ خذ هذا جوالي، روح دق على جوالك ودونه. وهذا جوالي، إذا ما رد عليك دق عليه. يلا. ما هو بهنا، ما هو بهنا. يلا روح منا يا أخي، وراك أنت. ولا من هنا يا ابن الحلال. يا أخي من هنا من هنا من هنا. يلا طيب. دوره في الخزان بعد. معبول ذا. أشغلنا يا ابن الحلال. وش تبي أنت بعد؟ أبي أبوي. الحين ذا ولا هلا. أنا أهلا. صاحي أنتِ؟ وين جايبتيه؟ علمينا. لقيته عند كيان. وشفت الشبه اللي بيني وبين أبوي، قلت أجيبه وأفاجئكم. جوال يدك، أكيد دولي هلا يدورون عليه. ردي ردي عليهم، ردي. ألو؟ رجع جوالي يا حرامية، ولا راح أبلغ عليك الشرطة. وش تبلغ الشرطة؟ يا ولد الحلال، أنا حصلت الجوال مع أبوك الشايب. آه، أبو منصور هو اللي سرق جوالي. منصور منصور، ها هذه الحرمة اعترفت على أبوك إنه هو اللي سرق جوالي، شكله يبغى يبيعه. ألو أخوي افهمني، وش اسم ولدك؟ سعاد. وين وديت أبوي أنت؟ أبوك في الحفظ والصان، أرسل لي اللوكيشن وبجيبه لك. طيب طيب الحين برسل لك الموقع. يلا هات جوالي، هات جوالي، شكلك تبي تبيعه. أمسك. ها جوالي. جا جا الحمد لله على السلامة يا ايمو. يا هلا وسهلا. الله يسلمك يا ابوك، الله يسلمك. بيتنا وين؟ هنا. هذا وين لقيتيه فيه انت؟ لقيته عند كيان، كان واضح عليه انه ضايع ومدال للبيت. جزاك الله خير وما قصرتي. تفضلي يا اختي. رجع فلوسك في جيبك، فلوس الدنيا وكنوزها ما تسوي شيء عن شوفة أبوي اليوم. أبوك؟ إي أبوي. أبوك يشبه أبوي اللي فقدته من 10 سنين. أتمنى الساعة واللحظة اللي أشوفها فيها. حافظ على أبوك، الأبو نعمة ما يحس فيها إلا اللي فقدها. وهذا حقك يا كفتة، تستاهل. منصور المفروض أخذ أكثر منهم، لولا جوالي ما أرجع أبوك. اي أيوة والله انك تستاهل احلى هديه، تعال معي. ايش هذا؟ هذه سؤال. ما هو؟